يا بنت حاولي. طب ماشي، حاضر حاضر. مقفول. صباح، هروح اصلي ركعتين لربنا، قلبي بيقول لي انه بخير. قولوا يا رب يا رب يا رب. اطلبي تاني يا بنتي. حاضر. مقفول. فارس ابني. إيفان. إيه؟ مش سامع صوتك ليه يا إيفان؟ زعلان على أبو إيه بقى؟ دنيا. إيه طلع ده راس ده مسكين. مش تتأكد الأول قبل ما تحتفل؟ ها؟ ايه ده؟ ازاي؟ ده صح. اعمل ما بتشوفش. سهل سهل. الو، فكر على حسب الميعاد مع إيفان وجاكي وجون. ماليش دعوة بشغلك معاهم. لو الاتفاق قايم أنا قاعد، لكن لو الكلام معاكين هقوم وامشي، لأني ما بقعدش في مكان فيه عدوي. بيتك ومطرحك يا أبو هيبة، إحنا في انتظارك كلنا. أظن يعني ما ينفعش أطراف غريبة تقعدوا معانا في شغل. كيم، не мог бы ты выйти вон. И, пожалуйста, не затрудняй себя возвращаться. Мы сообщим, когда ты нам опять понадобишься. ساحة انتصار أبو هيبة. الحمد لله على السلامة يا أبو هيبة. الله يسلمك يا دكتور. إيه أول مرة يعني تجيلي من غير إصابات، أنت إيه بطلت شاوي؟ أمر الشاقي باقي يا دكتور. ايوه بس انت طول عمرك بتجري ورا الموت. انت ايه ما بتخافش يا جدع انت؟ واه، حد يخاف من الموت يا دكتور؟
دي اللي خاف مني يبقى تعبان قوي. كيف تخاف من خواف؟ ها؟ حد يخاف من خواف؟ خواف؟ الموت خواف؟ طبعا خواف. لو ما خوافش ما يجيش مستخبي. أقول لك هو مش خواف، هو خجول لدرجة ما عاوز حد يشوفه. كأنكم صحاب يعني. قربت مني وقرب مني كتير وحسيت بأنفاسه. أنفاسه؟ طبعا الموت أنفاس خفيفة زي النسمة، ما يحسهاش إلا المقصود. تحس ببرد نظيف داخل صدرك، هوا ملهوش مصدر، ريحته جميلة بيروحك من الحتة اللي انت فيها. تبقى شايف الناس والناس شايفاك، لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقول لهم يبعدوه. كل اللي عليك تعمله انك تصاحبه تطاوعه. يا سلام. لو كل حد عرف انه هيقابله مرة واحدة ما كانش حد يعمل الشر ده واصل نظر. انت اللي بتقول كده يا بيورا. ايه شايفني شرير ولا ايه يا دكتور؟ لا 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 شرير ايه، بس لا انا بس خايف عليك، عاوزك تاخد بالك من نفسك. برضك عمري الشقي باقي يا دكتور. طيب يا عم الشقي، الممرضات اللي انت عينتهم عاوزين يسلموا عليك، انا قلت لهم مش وقت. تضحك عليهم؟ عاوز اشوفهم. دخلهم غلابة، حقهم برضو الواحد يشد على ايديهم. احنا اللي هنروح لهم. اتفضل هم برا. ناقص واحدة؟ مش ناقصين ولا حاجة، هما دول. اوكي. متشكرين يا جماعة. شد حيلكم وبردوا زين. ها؟ أبو هبة بيه، أنا متشكرة أوي أوي. بجد متشكرة. أنا وزميلاتي كتبنا لحضرتك رسالة شكر وخلينا الدكتور يكتبها لنا بالفراغ. الدكتور سلامة اللي كاتبها. ها؟ حضرتك عرفت ازاي؟ واجرى البرد لو عاوزة. متشكرين. متشكرين. ومتشكرين. متشكرين يا جماعة. وشد حيلكم مع الدكتور. ها؟